شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل ختام نماذج محاكاة كاب 27 تغير المناخ الذي نظمته كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس والاتحاد الأوروبي والبورصة المصرية. هذا وأكدت التنسيقية أن نماذج المحاكاة هي بداية ربط ما بين الدراسة والواقع العملي، داعية للبحث عن تجارب مصرية وشخصيات مصرية كانت نموذجا لرجال الدولة.